واحد بيقول في واحد يوحنا 3 الذي يولد من الله لا يخطئ، فإن كنا نحن ولدنا من المعمودية من الروح القدس فلماذا لا نكون من هذا المنطلق نحن مولودين من الله بالمعمودية؟ لكن سؤال كيف هذا ونحن على الرغم من هذا ما زلنا نخطئ؟ يعني المولود من الله له إمكانية أنه لا يخطئ، ولكن النعمة التي أعطيت إليه لا تسحب منه نعمة أخرى هي حرية الإرادة. ربنا مديك نعمة هي حرية الإرادة، ولو سحب منك حرية الإرادة لا تكون على صورة الله ومثال أبدا، وتهبط في مستواك. فهو ربنا بيديك نعمة من فوق ويستبقي حرية الإرادة من تحت، وتبقى أنت حر إن النعمة دي تتفق مع حرية الإرادة ولا حرية الإرادة أحيانا تنحرف. يعني أعطاك طبيعة ممكن إنها لا تخطئ، ولكن عمليا بتخطئ لأن لسه حرية الإرادة لم تتحرر تماما.